السلام عليكم، معكم موسى الدحمري من قناة علي موسى تيكنو. بون فيديو تاع اليوم، الناس اللي عندهم يستعملوا الانترنت تاع الهاتف ما يستعملوش الانترنت تاع الميكرو وما عندهمش لا دي اس ان ويحبوا يشوفوا كشف نقاط تاع ابنائهم. يعني التطبيق هذا عادي، راهو نفس الشيء اللي راح ندخلوا ليه للسيت، يعني نلقاو نفس الشيء في التسجيل في كل حاجة نفس الشيء. الحاجة اللي في هذا انه نستعملوه في الهاتف. قبل ما نروحوا للتطبيق راح نحكيوا على المشكل اللي صاير في فضاء الاولياء. يعني هاد الايام راهو فضاء الاولياء ساتيري، يعني صايرت له كيما حكيت نهار العيد، الناس كل تحب تعيط الصبحه، يعني تلقى ديما خارج مجال التغطيه كذا. هذه هي المشكله، يعني درك بزاف ناس حبوا يسجلوا ما قدروش، حبوا يشوفوا ما قدروش. لكن درك راهو تحسن، تقدر تكون 75% تحسن التطبيق. بقات حاجه خلاف، واللي هي يعني كي تفك التطبيق راح تشوف واحد الملاحظة يقول لك لا يتم استظهار كشف النقاط التلاميذ اللي غير مفعلين. يعني هي هذه هي يعني في الحقيقة انه لازمك كي تسجل راني راح تهز استمارة، يعني صرات لنا من قبل اول مرة كي سجلنا، احنا عندنا بزاف ملي سجلنا وجربناها، انك تهز الاستمارة هذيك راح تقدر تهزها من السيت هذا وراح تلقى فيها، يعني وريتها لكم الاستمارة كيف تجي في الفيديو السابق، يعني اللي ما شافهاش يرجع للفيديو السابق ويشوفها. يعني تهز الاستمارة وتديها للمدير راح يفعل لك ابنك وتعود عادي تشوف، يعني لبغى مرة خلاف، يعني درك لبغى ما يقدرش يشوف يعني في درك، لكن راح يفعلها ان شاء الله، راح يدي الاستمارة هذيك ويفعل ويشوف مرة خلاف. هذه هي المشكلة اللي درك اللي كاينة في السيت، يعني كلش راهو مليح، السيت بدا يتحسن. دوك ما بقى لنا غير نروحوا للهاتف ونشوفوا كيفاه هذا التطبيق. بو التطبيق الاول اسمه اولياء. بو نروحوا لجوجل بلاي كيما موالف كل مره باش نشوفوا يعني كيف هاوليك. هذا التطبيق اسمه اولياء تاع وزاره التربيه الوطنيه الجزائريه، سمات اولياء. ندخلوا ليه هذا التطبيق، يعني هو تطبيق عادي جدا، يعني تلقاه كيما تدخل ليه يقول لك تسجيل، يعني لكن ماكش مسجل غادي تسجيل جديد، راح تسجلوا في بلاصه اخرى، يعني في دوك نوريكم كيف تسجلوا. تحط الحساب تاعك. بو في التطبيق هذا عندك الحاجه الاولى راح نلقاوها، يعني بياناتي، يعني عادي هاوليك بيانات تاعك انت اللي سجلت بهم. يعني حاجه خلاف ثانيه هي الاخبار تاع وزاره التربيه، وقاعده تحكي الاخبار تاعها كلش. بعد تلقى ابناء المتمدرسين هاوليك، كيما انا عندي، شوف عندي، شوف هذا المشكل تاع التطبيق هذا انه غير المفعل يجي فيه، غير المفعل يعني ما حش تلقى فيه، لازم غير المفعل. دوك انا بالنسبه لي انا عندي زوز يقراو، يعني واحد منهم مفعل واحد غير مفعل، هايليك المفعل هاي كي جات، والاخر غير مفعل هايليك. دوك كي تتك عليه راح تشوف هاوليك الرقم تعريف المدرسه، تلقى وين يقرا باكزومبل اولى ثانوي جدع كذا كذا كذا، والمؤسسه اللي يقرا فيها هي ليك ثانويه الشهيد حسين بوكبير سكيكدا. بو بالنسبه لهذيك بعد تروح لهنا تلقى الفصل الاول يعطيك المعدل، والفصل الثاني يعطيك معدل بو الفصل الثاني الثالث هما كيسنا، يعني هذا يعطيك غير المعدل. هذا هو التطبيق اللي يعني باش تشوف فيه غير المعدل، ما فهمتش انا على ما داروا، ما تقدرش تزيد فيه تلميذ، ما تقدر دير فيه، يعني باش تشوف فيه غير المعدل برك. هذا هو التطبيق هذا. بو هذا قلنا التطبيق اسمه اوليائي، بو وريتكم حتى اسمه كيف نتيليشارجيوه. نروحو للتطبيق الثاني واللي هو المهم. التطبيق الثاني بو اسمه فضاء الاساتذه والاولياء. بو هنا نقدر نكتبوها يعني هكذا لهنا، شاف هذيك فضاء، بو هذه كيما تشوف انت هاي اللي كتلقاها، هو كاين الاول يخرج كي تكتب فضاء الاولياء كشف النقاط، تكتب في الريسيرش في جوجل هذاك. بو هو هاوليك كاين اولياء جات الاول والثاني هاوليك. بو لهنايا ندخلوا لهذا هاوليك، قلنا فضاء الاساتذه والاولياء. بو هاوليك فتح التطبيق عادي جدا. بو انا ديجا مسجل فيه، دوك راح نوري لكم كيفاش يعني هاو التطبيق. بو لهنا تسجيل في حساب فضاء الاساتذه، تسجيل حساب، بو حنا ما نحتاجوش هذه، نحتاجو فضاء الاولياء تسجيل. يعني في التسجيل كتروحو الفيديو السابق يعني او نفس الشيء يعني تاع الميكرو راح تلقاوها في هذا، يعني نفس التسجيل. بو باش ما نطولش الفيديو، دخول الى فضاء الاولياء. بو هاوليك التسجيل يعني عادي جدا، هاوليك يعني تطبيق نفس التطبيق، يعني نفس السيت اللي غنلقاوها في الميكرو نفس الشيء. هاوليك ابناء المسجلين، قائمة الابناء المسجلين،
لهنايا ندخلوا عندنا تلميذ جديد راه نزيدو هاوليك راه نزيدو نكتبوا كلش نخير المديريه ونخيروا يعني وش العلاقه تاعك تاع اب ولا وكيل ولا كذا ونحطوا رقم التسجيل تاعو يعني لهنايا عادي ونديروا اضافه راهي تحط لنا التلميذ تاعنا هذا لي يعني هذه عادي. بالنسبه لحاجه خلاف يعني نسحقوها يعني زوز دوزي كومبو هذا غياباتي كيما الاخر يعني نفس الشيء يعني ما نحتاجوهمش نحتاجو كشف النقاط بو هاوليك لهنا في كشف النقاط كما راكم تشوفوا بون انا هاوليك التلاميذ اللي بون عطاوني واحد السماعه قالوا لي شوف لنا يعني هاوليك غير مسجل ما تقدرش تشوف لهم. انا عندي هايليك عندي لهنا تلميذه يعني الطفله هاي اللي تقرا لهنا ها هي يعني درك كنت نقدر نشوف درك عاد ما نقدرش نشوف يعني في الايام هادو عاد ما نقدرش نشوف يعني راهو سيت ساتيري هذا هو المشكل. بو عندي لهنا تلميذه واحده هايليك اللي هي مفعله هاي تلقى وزرك مفعله راح تدخل تشوف الفصل هاوليك الفصل يعني عادي جدا هاو النقاط راح تشوفهم يعني وتشوف الاخر هاوليك المعدل تاع الفصل الاول بعد زيد تخير الفصل باي زوندر الاول نديرو الثاني هاوليك بعدا نفس الشيء يعني درك راح نلقاوه يعني هاو الفصل الثاني هاوليك الواحد تاعو كلش. هذه هي يعني هذا هو التطبيق يعني باش الناس اللي ما عندهاش الميكرو ولا حابين نحطوا لهم التطبيق هذا باش يعرفوه ويسجلوه ويديروه يشوفوا اولادهم وما يقلقوش يعني كما قلنا السيت راهو ساتيري هاد الايام يصبروا ايامات برك ويتريق السيت ويزوك يعني الاستماره هذيك يديوها المدير ويديروها ويعاودوا يشوفوا عادي يعني كما رانا انا قد راني قاعد نشوف درك في يعني في الابناء تاعي قاعد نشوف عندي وحده ما انا كنت مسجله كنت تقرا في الابتدائي درك في المتوسطه ما في الابتدائي كانت عادي مسجله يعني مفعله بصح درك لقيتها غير مفعله لازم حتى نروح المتوسطه وندي لهم الاستماره بوكم دوك هاد الايام راهو الباك قاعد يدير يعني ما عادش يخليوك تدخل مدير وكلش يعني نخليوها ان شاء الله يفضل الايام هذه والسمانه الجايه نهز الاستماره تاعي ونروح نديها عادي للمدير وراح يفعل ونشوفوا يعني النتائج تاعنا بلا ما نقلقوا ومام طون تانيك يعني صبروا هاد الايام راح يعني يخرجوا لي بيلتان. هذا هو ان شاء الله في الفيديو تاع اليوم. ديما ما تنساوناش بالاشتراك والاعجاب ومشاركه الاصدقاء باش ندير لكم فيديوهات مفيده ان شاء الله واستفادوا منها كل بالتوفيق والنجاح لكل التلاميذ والهنا والسعاده للعائلات. السلام عليكم.